السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام. عندنا اختصارات كثيرة عن نظام الويندوز 10، حاب تعطينا هالاختصارات هاي وبتسهل لنا كثير التعامل مع الويندوز، بتسهل لنا كثير القيام بأمور، كان بدنا نصور الشاشة، كان بدنا نفتح المتصفح، كان بدنا نعمل أي شيء، كلياته فيه له اختصارات، كان بدنا النوافذ كلياتها تسكر أو النوافذ كلياتها تفتح، حنتطرق لهالاختصارات هي كلياتها إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وأكيد زر اللايك للفيديو لدعمي، وخلينا نشوف الفيديو. فمثل ما انا شايفين قدامنا، اذا ضلينا ضاغطين على زر الستارت مثل ما انا شايفين حيعطينا كل الاختصارات بشكل عام. فبنشوف الاختصارات كلها اللي قدامنا، طبعا ما كلياتنا حيعتاز الاختصارات هاي ولا لا حتكون بالنسبة مفيدة للكل. انا بالنسبة لي حاعطيكم افضل الاختصارات او اكثر الاختصارات اللي بستخدمها، وباقي الاختصارات الثانية فيكم بشكل مباشر تشوفوها. اول شيء واسرع اختصار بتساويه، عندك البرامج المفتوحه عندك تحت بشريط المهام مثل ما انا شايفينها تحت بشريط قائمه ابدا. البرنامج بدنا نفتحه بس بنساوي بنضغط على الرقم، مثلا بدنا نفتح التليجرام الحساب الاول بنضغط على الرقم 1 بنضغطه مره ثانيه مثل ما انا شايفين هون. اول وحده الآ والدي كلها هاي الامور هاي ما حتفيد كتير، ولكن بالنسبة لي بدي افتح جهاز الكمبيوتر او الملفات اللي عندي على قرص الصلب، اشارة ابدا مع حرف الاي بالانجليزي هيفتح لي مباشرة متصفح الملفات. مثل ما انا شايفين بس ضغطنا الابدا او الاي هيفتح لنا الملفات او متصفح الملفات اللي عندنا. اذا كان عندي مجموعة كبيرة من النوافذ كلها وبدي اشوف شيء على سطح المكتب، فمثلا اذا كان عندي عدة امور مفتوحة قدامي كلها، مجرد ما اضغط على اشارة ابدا وحرف الام كل النوافذ اغلقت معي بشكل مباشر. بدي ارجعها اشارة ابدا وحرف الام لازم ترجع كلها مثل ما كانت. إذا أنا حابب أصور الشاشة اللي عندي كلها صورة كاملة، مباشرة بضغط زر إبدأ مع زر برينت سكرين مباشرة حيصور لي الشاشة. طبعا حنلاقيها كلياتها هاي الصور اللي صورناها للشاشة حنلاقيها بالمستندات بالبيكتشر بالسكرين شوت هون حنلاقيها كلياتها مثل ما أنا شايفين. هاي الصور اللي صورناها. طب اذا انا كنت فاتح المتصفح مثلا على اليوتيوب، مثلا فاتح المتصفح وحابب اخذ جزء معين من الصورة او من الشاشة اللي قدامي، هالجزء هذا بس حابب اصوره، فمباشرة بضغط على زر ابدا مع زر شيفت مع حرف الاس. مثل ما انا شايفين بيطلع قدامنا خيارات كتيرة من فوق، فينا نجربها كلياتها مشان ما يطول الفيديو. هستخدم بس هذا هي الدحيح عشان بدي هدول الاثنين، فحتطلع مباشرة معي صورة هون. اهم شيء انك تفتح الصورة وتعمل لها حفظ، اذا ما عملت لها حفظ حتلاقيها بشغلة تانية كتير مهمة معنا اللي هي اللصق، ولكن نحن بدنا نشوف الحافظة كل شيء نسخناه. نحن نضغط على اشارة الابداء مع حرف الفي حيطلع لنا كل المحفوظات اللي عندنا اياها مثل ما انا شايفين. هاي الصور اللي نسخناها نحن طلعت لنا على اليمين، ناخذ الصوره اللي بدنا اياها، يا يعني نعملها ديليت، يا يعني نعملها بن، يا يعني نعملها كلير. بس عملنا لها ديليت ما عاد فينا نسترجعها نهائيا، بس عملنا لها بن يعني حتثبت معنا، او كلير اول ما لازم لنا نمحيهم كلياتهم. طبعا مثل ما حكينا زر ابدا مع زر في نرجع بننزل كلياته. طبعا الكنترول سي والكنترول في، كنترول سي للكبي او للنسخ والكنترول في هي للصق، فاي عنصر بدنا ننسخه بنحط كنترول سي، واي عنصر بدنا نرجع ننسخه بنعطي كنترول في. مثل ما انا شايفين طلع معنا هذا العنصر عمل له نسخ، بدنا نتراجع عن الموضوع كنترول زد تراجعنا مباشرة عن الموضوع. بدنا نفتح الاعدادات بشكل مباشر او السيتنج مباشرة
نضغط مفتاح ابدأ مع حرف الاي فهتفتح لنا الاعدادات بشكل مباشر. اذا فتحنا نافذة التشغيل او البحث بدنا نستخدمها كتير لمراحل متقدمة، فمباشرة نضغط حرف الار مع اشارة ابدأ، فمثل ما انا شايفين هيطلع لنا الامر رن. عندنا مشوار صغير بدنا نقضيه ونرجع على الكمبيوتر لنستخدمه مرة تانية، بكل بساطة نضغط اشارة ابدأ مع حرف ال، مثل ما انا شايفين طلع الكمبيوتر على وضع اللوك. بدنا نضغط على زر البحث، معظم الاحيان بيكون هون ما لنا عاملين هذا الخيار اذا كان عندنا عناصر كتير، انا بستخدم كذا شاشة، مثل ما انا شايفين على طول فاتح كتير برامج، فاذا ما كان موجود عندي السيرتش هون بشكل مباشر فيني اضغط على اشارة الابدأ مع حرف الاس فهيطلع عندي السيرتش بشكل مباشر. كتير احيان بيكوننا بحاجة لان نكبر عناصر بالشاشة او نصغرها، وهذا الشيء بشكل عام ولا اسهل من هيك على ويندوز. كل شيء علينا فعله بكل بساطة هو نضغط على اشارة ابدأ مع رمز الزائد، مثل ما انا شايفين فتحت معانا المكبرة، منكبر قد ما بدنا او بدنا بنرجع بنصغر مثل ما بدنا. دائما التكبير بيكون بالحال الماوس. انا طبعا هم ما عم كبر على برنامج المونتاج نهائيا، عم كبر كل التكبير عم يتم من عن طريق الويندوز. وبكل بساطة اذا حابين نستعرض البرامج المفتوحة رمز الابدأ مع زر التاب هيعطينا الجدول الزمني، هيعطينا هون كذا ديسكتوب، بالنسبة لي ما بستخدم غير ديسكتوب واحد فما بيلزمولي. كل شي فتحته هيعطيني مثل هيستوري او مثل شو اسمه محفوظات، هيعطيني قائمة هيستوري او محفوظات لكل شي استخدمته لـ30 نهار او لشهر، هتكون معي مباشرة عن طريق الضغط على زر الويندوز مع زر التاب. وان شاء الله توفقت بهالفيديو لأقدم لكم شي مفيد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، واذا عندكم اي سؤال او اي تعليق اكتبوه بالكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.